فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس نعم لا، هو تكبيرة الإحرام هي اللي فيها رفع اليدين، لكن بعد تكبيرة الإحرام الجمهور تكبيرة الإحرام في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع. عند الإمام مالك ليس هناك إلا تكبيرة الإحرام فقط بس ليرفع يديه، غير تكبيرة الإحرام في رفع اليدين خلاص. لكن عند الآخرين عندهم تكرار رفع اليدين، فمن يرفع يديه فلا حرج، ومن لا يرفعهما إن شاء الله فلا حرج، لأنه يعني يتوافق مع بقية الفقهاء. الخلافات دي إحنا يعني بنحرص على إثارتها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف لنا وش حنصف وكفيها. الله الله من رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا أهل الله مش بقلي نسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء